ينضم إلينا من مكة الدكتور محمد قاسم حليمي المتحدث باسم مجلس العلماء في أفغانستان. دكتور حليمي، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. ما أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لكم، وما الذي خرجتم به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين الكرام. هذا المؤتمر له أهمية خاصة. أولا، هو أول من نوعه، لم يكن هناك مؤتمر أسس أو قيمة يخص قضية أفغانستان، وهذا المؤتمر أولا هو مختص بقضية أفغانستان، وهو ليس مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بقياداتهم السياسية، إنما المؤتمر بقيادات الأمة الإسلامية بقياداتهم المذهبية والدينية، فهذا أول من نوعه. والبيان الذي صدر هو ليس بيانا سياسيا، وليس بيان المصالحة بكلمات أو باصطلاحات سياسية، إنما البيان صدر ببيان فيها آيات لله المباركة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا البيان هو ينسب إليه كتاب الله وسنة رسوله، فمعنى هذا إن البيان يصدر من علماء الأمة من حرم المكي، ونحن بجوار الحرم المكي المبارك، وعلى أسس دينية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن على جميع المسلمين خصوصا في أفغانستان على طرفين أن يلتزم بهذا القرارات وبتوصيات هذه التوصيات المباركة، ومن يخالف هذه التوصيات ونقاط هذا القرارات وأسس دينية فمعنى واضح بأنه يخالف أحكام إلى هي والشرع المبارك. ما الخطوة التالية دكتور حليمي بعد هذا البيان، بعد هذا المؤتمر بالنسبة لكم؟ نعم، هناك كان طلبات أو اقتضاءات من المؤتمر أن يكون هناك لجنة لرقابة تنفيذ هذه القرار أو هذه التوصيات، ولكن لا شك أن يكون أول خطوة بعد هذا هو تواصل مع علماء الأفغان داخل أفغانستان وخارج أفغانستان، بأن هذا المؤتمر الذي عقد في جانب الحرم المكي الشريف استطاع أن يرفع مذلة الدين عن الحرب الأفغانية، لأن الحرب في أفغانستان كان هناك حرب لمصالح شخصية، مصالح تجارية، ومصالح مخابرات بعض الدول بلا شك وبكل صراحة. هذا المؤتمر وكلمة علماء الأمة الإسلامية استطاعت أن ترفع مذلة الدين عن الحرب الأفغانية، فأول خطوة هي مناقشة قضية أفغانستان مع علماء الأفغان في داخل أفغانستان وفي دول المجاورة، ثم مع علماء في دول المنطقة. المناقشة مع العلماء الأفغان بكافة أصنافهم وفئاتهم في الداخل الأفغاني، هذا ما تقصده؟ نعم. عمن نتحدث هنا دكتور حليمي يعني، وإلى أي مدى يمكن أن نتوقع استجابة منهم لهذا البيان وما جاء فيه من بنود؟ خليني أكون صريح جدا معكم وللمشاهد الكريم الذي ينتظر لنتائج هذا المؤتمر. نحن نتحدث مع العلماء الذين ينتمون إلى حركة طالبان، وحتى اليوم كان يشك في من يقوم به أو في ما يقوم به في الحرب الذي يخوضه تجاه الشعب الأفغاني المسلم، ولكن اليوم تأكدت تماما أو تأكدوا القادة الدينية في الحركة بأن الأمة الإسلامية وقادة الأمة المذهبية الدينية في الأمة الإسلامية اجتمعوا، والأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على الضلالة، بأنهم صدروا ببيان واضح على أسس قرآنية وعلى أسس نبوية شريفة. فلذا نحن نناقش الشخصية الدينية التي تميل بنوع ما إلى الحرب الذي يخوضها الطالبان لمصالح خاصة التي تخصهم هؤلاء. شكرا جزيلا لك من مكة المكرمة دكتور محمد قاسم حليمي المتحدث باسم مجلس العلماء في أفغانستان.